سمعت حبيبي التهي لي بحالك وبدراستك وريني شطارتك تعال قول معي ورجيني تعال بالله عندي دراسه ولك سامعك سامعك اي مثل ما بقول لك شو مشان الحديد ولك الستة ميلي تبع الشناج ولك يا اخي شو محملهم بالطرطيره مثل ما بقول لك بيه ها ملينا يا اخي ملها ضوجه ضوجه وروح روح روح قيس قيس ملين مع الاعصاب حدا هذا شو هالحلاوة هي؟ ايه هو سلمك غير يا اخي غير شو عم ذهب ذهب هالشعرات ما شاء الله والله وهذا شعراتك حلوة شو بك غسان شو جابك لو؟ ايه مليت ولحالي وكل بساوي شيء هذا كله ما يساوي غسان روح مسك بدك كتاب اقعد تروح بالله عم يحسن شيء احسن شيء والو خلصت ان هذا درسي كله تفرج على التلفزيون تتسلى احسن شيء ما اسكت ولك يا اخوي مثل ما انا قاعد اقول لك اتفق مع الجبالة ومعلمين البطول مباشر ها ولك دغري بلش شو مفكرني قاعد العب هون انا عاطل 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 ولك عاطل ايه نعم ها ولك مو انت ولك اسا انت عاطل انا قاعد احكي مع رفيقي غسان على التلفزيون العاطل يا سيدي بعدين انت اعطل من العاطل خلينا بحديثنا هسه يا علاني
شو اسمه هذا نفسه ما ما يطلعوا لاني منزوع شلون؟ ولك بقول لك جيب لنا حديد 16 بتجيب لي 12 بقول لك جيب لنا ثلاث كاس شمنت بتجيب لنا 10 يا اخي التلفزيون اخي بالضبط يا عمي انت اوفر صلح لي اياه انا مالي من وجهه فادي قوم ساعده وصلح له يلا على السريع انا عندي رايه يلا فادي ماشي لك شو شايف العمال بلعها ما شايف الصينيه قدامي بكير عطيني هذا كله مشاكم مش اقطع منكم محاشي بعدين لك يا سيدي ومين اللي بتعمل لنا محاشي فوق ما بدي اعمل لكم طقس وجو انا طقس وجو هذا شكله ما حيضل الكوسه استاذ حبيبي لا تخبط يكون الانتيك وينه هذا شو اسمه؟ قفل التلفزيون في شريط اخرته جكي حركها يمين يسار شوي بيمشي الحال هذه لقيتها بحركها كم مره؟ ما بتفرق غسان المهم تحركها ماشي يا اخي ما هذا نفسه ضل هذا ايش كله؟ خلص غسان بيكون الشريط مقطوع من برا ما وكيف بدي هذا اذا لقيتها من برا؟ حط الانتيك الداخلي وين؟ على التلفزيون ما نفسه وبضل لا طلعوا ولا شيء غسان حبيبي كيف بده اشتغل اذا ما وصلته بالله بده وصله لك اشبر وين بده وصله بتشيل الجكة تبع الانطيل الخارجي بتحط الجكة تبع الانطيل الداخلي نفسها هذه هيك المبخوشة هيك يا اخي في كذا وحده مبخوشة فين وحده مروان غسان عيني شو ما عم تعرف تحطه؟ والله ما حدا قال لي يعني ما بدك تحطه ما بدك تحطه يعني والله وحياة بي بدي بس ابى عليه لا ما بدك والله بدك لا ما بدك وحياة بي بحياة قلبك حطه ايه ولك شوف ابوك احسن عينين هو هاد شلتها وحطيتها وحيات بي وبليكو لسه ما يمش اكيد حطيتها والله حطيتها شو والله مزبوط حطها يلا وهنت يا جبال من مين من مين افيك تحكي ليكو عم يوش معناته عم يوش عم يوش ايوه ها ولك مو قصدي عليك رفيقي التلفزيون عم يوش لك يا زلمة معقول أقول عن أبوك بوش؟ عجبكو هيك؟ عجبكو؟ كنا عني ولو ما واحد بيعرف يدرس كلمة بهالبيت يبعث لكم قطيعة مثل الحمام مقطوعة نيطه معه الحال يا معه وهنا شو معي؟ كيف هلق بدي شو اسمه؟ غسان هذا جيب فيديو وتفرج على سيدي بالله بدي هذا جيبه سيدي حسن يا عمي جيب سيدي وهذا بحط جسمه هذا الفاني الجزء الثاني هلا شوف هذا شوارع اسمه زنقر الولدي هلا ما احلى ما اشتغل غسان شلون بده يشتغل اذا ما وصلته بالتلفزيون لا صحيح خد عقلي هذا اللي انطي كيف وصله غسان عندك اوديو وفيديو بالسي دي واوديو وفيديو بالتلفزيون بتشيل جاكيت الانطيل بتحط الاوديو والفيديو تبع السي دي بالاوديو والفيديو تبع التلفزيون لونه صفرة وبيضة صفرة وبيضة صفرة وبيضة ماشي هذه صفرة وصفرة في أربعة يا عمي صفرة وبيضة اثنين مكتوب عليهم إن واثنين مكتوب عليهم أوت بتحط الإن مع الإن والأوت مع الأوت يلا إيه إنه أوت لك بس أنا وين يعني بهذا بالشي اسمه إن أنا غسان بالإن بتحط الصفرة بالصفرة البيضة بالبيضة إيه صفرة بصفرة لك هاي الصفرة هذه
حبيبي يلا. هذه صفراء، هذه ان اني والله، وهذه بيضاء ان اوت. ما اشتغل غسان، حط التلفزيون على القافة. يعني بشيل التلفزيون بحطه على وينه هذا قافي؟ بزر البرمجة، شوف بزر البرمجة. ماشي ما اشتغل. كبسه غسان، كبسه كبسه مرتين ورا بعض. كبسه كبسه لك كبسه. طيب انا ماشي مرتين، هي مرتين طلع وراح. شو انا مجنون يعني؟ شو عامل؟ اتركه اتركه، روح على اليمين. مو انت الزر يا اخي، كيف باخذه للبطيخ؟ ليزك لصق بالتلفزيون بشيله بكسره، يعني باخذه على اليمين. يا ربي يا اخي. زرقاء وين ما اشتغل. يا رب يا تاخذني يا تاخذني. حط بلاي يا سيدي، حط بلاي يا سيدي، حطوا لك حط. ماشي ماشي تخيل. ايش هيش افي سيدي، حط سيدي. صحيح انا نسيت السيديات ببيت اهلي. بيت اهلك وهنا عبد كم شيله وحطه واختي يا خي. خلاص غسان بلا كله التلفزيون، روح ساوي لنا كاسه شاي وجيب لنا شدي نبصر فيها. يلا. اي والله شاي احسن شيء، وهنا بجيب شدي وهنا بصي. بس ماشي ماشي معي هذا اليوم، دبروا حقه ما ياكل لبكره. ماشي داني ابي شدي. تكلموا عنا يا تحلو. انا بدي افتح لك. مرحبا. ايش تتا تتا؟ لك شلونك غسان؟ لك قريب. شلون الشباب؟ منيح. لك علينا يا فادي، بدنا ندخل يا فادي. فادي جيب زيت. لك علينا الشباب، تفضل تفضل ادخلوا. ليش وين ادخل علينا؟ انا بعرف شيء علينا. الباب صغير. لك يا غسان افتح الباب الثاني. يلا جيتك جيتك. ها اهلا الشباب، اهلا الشباب. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو زلزال. مرحبا. لا تأخذونا لا تأخذونا يا جماعة، وقعناكم الباب. خيط الصلح صلح. شلون أهلك؟ أمك أبوك شلون؟ عمورة شلون عمورة؟ يا عمورة ما بقيت تعرفه. هو مع أمك بيت خالته هلا بيحاولنا. عليم الله يا خيو، بروح هيك عم بقول للشباب إنه اشتغلت لكم والحمد لله والله. إيه هلا ما أنتم واقفين، ما أنتم واقفين يا جماعة. شو منك ولو تفضلوا بيت أنا. شرف شرف. يلا يلا يلا. تاخذ تاخذ. تاخذ ودي تاخذ. أهلا وسهلا بالغوالي، أهلا وسهلا. يا علي السلامة. علي والله شرفتونا، تفضلوا ارتاحوا. يلا. يلا يلا صحة وانا شلون طيبين؟ لكو خبرتوني وقلتوا لي انه ابوكم بيشغلكم بشيتين وما بتقضوها على العرس؟ دخيو اولا، العرس لبنت خالتك. يعني مشان امك، مضبوط للا؟ مضبوط. بما انه العروس بنت اختها، فمشان اختها لازم تحضر، بعدين هذا واجب، شلون ما بدها تحضر؟ نعم، لك على راسي واجب، ما حكينا شيء، بس معقول تجي بدون ابوكم يكون له خبر؟ لك يا فادي، امك صار لها ثلاث ايام عم تبكي مشان هالقصة، اخطي والله اخطي، يعني ابي ما بقى يتحمل. ايه ايش شو ايه؟ ابوك نزل من هون ونحن نزلنا من هون، وبعد العرس يخلق الله ما لا تعلمون، ايش بدنا نسوي؟ خيو ما يعني، بس بقول لك لاخو وجودي، انا ما دخلني، يعني انت ما دخلوا معنا على العرس. حبيبي مثل ما بيقول المثل،
لا بدي نام البرية ولا بدي اشوف انا مال بشعر. بعدين لا تزعل مني، اذا ابوك زعل مني بتعرف شو بصير؟ بنقطع عن المصروف، ما فيني كفي دراستي. ساعتها لا انت ولا اخوتك ولا امك ولا خالتك فيكم تساعدوني بالقصة. لا تزعل مني، الله يرضى عليك لا تزعل. اخصى عليك يا فادي، قدك صاير مادي وشرشوح. بودي انا مالي مادي، بس انا حريص على مصلحتي. يعني ما بدك تروح معنا على العرس؟ ولك ايش بك انت ايش بك؟ عجب ايش بو اخوك؟ جذوه وبيريك. لك عيب خيو عيب، استحوا قولوا في عالم برا بتسمعنا. ماشي خيو مثل ما بدك. فادي سعنا بشوية محمرة، نسكت جوعتي الوقت ما تستوى الطبخة. المليح اللي خلصنا قبل ما يشوفنا ابو حمدو، وانا لو شافنا كانت بهدلنا. الله يديمك شيل شيل. حبنضم عليكم كل ما احكي كلمه بتطلعوا لنا غلطانين خلص. غلطه بس ما اشتق. بعدين هيك الاهبل من اشتق. ولك انا اجدب يا خويته. يا دم مش مقضي، انا كنت بدي اضرب غسان قسما بالله العظيم بس اجت. يا عيب شو مالك يا راضي، يا عيب شو. لا ايش بك انت ايش بك؟ طاول جدبه. صدقوني يا جماعه مو قصدي، بشرفي مو قصدي. دقيقه بالمره احكي لكم كلمه يا جماعه. شجره. انا شو اسمه راضي. بسيطه من فوتي فوتي. وقف وقف تحت تحت تحت. لا عوده من نفس اللي قتلوا بيو لازم باب. لا تأخذونا كسناكل الباب. أهلا بومبا. ولا يهمك عموري حبيبي بتصلح. تعال تقبرني هاتوا ستة. لك ايش قصيفين؟ نصلح مرة تانية. تمام بنصلحهم عادي، كل يوم نحن بنفكهم ونركهم ونفكهم. كله بتصلح، المهم سلامتك. اهلا وسهلا. بنصلحه ان شاء الله. كيف لك؟ بدنا نصلحه. كل مرة بيتصلح. كيف خالقة؟ اهلا يا عيني خالقة، عزيز وشو عمكم والله عظيم. فتصلني الشرطة ظهري أوفي عمي عود مرحوم. شوفي الكافي مو مريحة، ما فيش بس هي مو مريحة. هذيك أريح أمي. تعي حليمة الله شرفتينا يا أمي. جهز حالك حبيبتي، ما عرفتي خالتك. بس هي أنا ما فيني أروح يعني. ما في بس أسافر تروح عند تروح. يلا روح جهزنا شوية أكل أنا وأخوك بنتين من جوعنا. شو كنا بخير. يلا أمير وفيلا خذ ما خذ حبيبي. يلا كل يوم كل صحة. أموري حكي شوي شي الهفارة بقى. خلاص يا عمي. ضوش انت التاني تركي يا عمي. يا هذا يلعب مع الله. تكيب مالي القطر ايش كسرت؟ ما في شي هاي شوية كسرت وصحون. عادي هذا يا حبيبي عادي هذا. كل امي كل صحة وهنا ان شاء الله. كل شباب كله صحة. لا يتطبيق. لا شباب خلي يجيبوا ياكلوا. لا شباب نزلوا يجيبوا خبز. بسم الله يا عيني. لك إيه خبز عندنا 4-5 خبز يا اخي ما طاروا يعني الحمد لله. سبحان الله يا هيوم، هذا خبز سياحي ما له بركه طاول. ما له بركه طاول يا خالتي، بس هذا مكان سياحي عادي ثاني. صحه امي كلي صحه 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 ماشي صحه. هذا فيها عم نطبخ هسه. هذا بيطبخ يا هيوم. ابصري يا هيوم. الله بده يزعل يعني ما راح يشعره. مش عارف شو روح ما عارف شو روح. الله يا فادي ما حق شلون بقى؟ أنا يا عمتك ما كنت بروح على عرس. ما كنت بدي روح، ما كنا أصحاب أنا وعمتك. قام أبوك صرخ فيني صوت جمدني، قال لي بدك تروحي غصب عنك. أنت كرست على الجرح من حوسك قتت. هلا يوم عرس بنت أختي بدكم تخلوني روح؟ لما قلت له بدي روح بعق فيني صوت جمدني، يبلاني فقتلي أنا شو معذبة؟ ليش أنا عملت قيمة لأختي هو ما يعمل قيمة لأختي؟ طولي بالك يوم طولي بالك. ايش بك ساكت؟ احكي لك شي كلمة. معك حق يوم طولي بالك، حتى لو دري ابوي انا رح احكي معه وطيب له خاطره بكلمتين. انا ابنه الكبير بيحترمني اكثر واحد.
لك ما قلت لك انه فادي قد وقدود؟ هو راح يحط ابوي على مسؤوليته. انا افتح عود عود ارتاحوا يا ميت. اهلا وسهلا نورتوا. عندكم زباله؟ لا والله يا اخي يعطيك العافيه شكرا. اخي بحبش انه هون هون بركب يا اخي يعني لك ما في زباله ما في زباله الشغله بالزور غريبه ما في زباله ولو افتحوا الباب احسن ما اكسره. وين بدكم تتخبوا مني انا؟ وانا ابو فادي وعلى سن رماح. دخلني انا افتحوا انتو. افتحوا الباب ولا اكسروا هون. بدي افتحوا الباب. 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 لا عسيتي شباب عسيتي. ولو بدك تحكمني يا اخي عمري يا حيف عليك يا فادي. ولو انا هيك ربيتك سامحني يا سامحني. امشي تاني امشي تاني. بدكم تروحوا على العرس تبع هيك؟ لك مو عيب عليكم! لك قليل الأدب! بتروحوا ما تقولوا لأبوكم! لك أنا فرجيكم! شحنيني! 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 ربيتهم وما قصرت معكم بشيء. فادي قلت بدك تدرس بالشام قلنا معلش مصروفك عم بصلك كل شهر. وانت يا بودي فتحت لك محل حلو مشان تعيش منه. وانت كمان جوزتك واشتريت لك بيت. وانت بتعرفي قديش بعزك وبعز اهلك. انت مرتي وتاج راسي. بس لولا المشكله بيني وبين جوز اختي كنت بعدتهم عن عرس مشان تحضر لعرس بنتك. شو عملك جوز اختي؟ ليش حاطط حطاطه؟ خلصي ولي اخشر شوحه. لكان انا واحد مثل جوز اختي يغشني ويلعب علي؟ لك انا ابو فادي على سنه رمح يستحمرني ويغشني؟ طول بالك يا ابو فادي يا يوب يا طيب انت طول بالك. جوز خالتي ايش عمل معك؟ هذاك اليوم اني ما بنذكر كنت انا وياه قاعدين بالقهوه عم نلعب طاوله. ايه وش صار؟ غلبني 4 دوب بالطاوله وانا بعرف حالي لعيب. بس قلت لحالي الدنيا ربح وخساره بس يخسرني بالغش والخداع هذا شيء ما برضاه ابدا. بعيني شفته جاب الذهب دوبيش اخذت تاسه الشاي مشان اشربه قام لعب دوشيش عوض الدوبيش خسرني. لك خسرني بالغش. وانتو ولك انتو حسابكم بعدين. وانت ولاد فادي هيك بامن فيك ذاتا خط الاعوج من طول الكبير. عسلامتك عم. ايش بدك تقول عليك يا فادي يعني تري. يلا قدامي على حلب عن طريق يا رسول حاولي. يلا 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 قدامي انت هو غني لفوق. صلاح عرفتوا نفسي خمسة وخميسة خمسة وخميسة. حلم العيلة العيلة بعتهم حلموا ربهم جبنة طعمهم فهي فهم وفهم الفهم فهموهم فكرك فهموهم هم أموهم هم 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 نافخ حالك كيك أمو خمسة
مش ناسي خس وخبازة. ألفين وخمسة وخماسة بعد ما نقوش تغطى خاشة. أنا عايز أحضر عالزرعة. Give me five.